فيكم يا حلوين اللي جالسين الآن ومنتظرين البرنامج مثل ما أنتم منتظرين البرنامج كل جمعة. نحن أيضاً ننتظر أن نطلع عليكم كل أسبوع لنمتعكم وتشوفون صوركم الحلوة وكمان جميع مشاركاتكم التي تصل لنا كل يوم عبر رقم الواتساب الخاص بالبرنامج اللي هو 777-55-4000. وصلت لنا أول المشاركات من حضرموت الوادي من شباب عمر رجب باشادي عمره 8 سنوات، وشيمة محمد سعيد باشادي عمرها 9 سنوات، وشهد محمد سعيد باشادي عمرها 6 سنوات، وأرسل لنا أهلهم يهنونهم بالنجاح والتفوق. عمر طموحه يكون طيار، إن شاء الله يا عمر تكون طيار وتطير بنا كل العالم. أما شيمة فطموحها تكون طبيبة تعالج الحلوين الصغار، وشهد الحلوة هواياتها الرسم، يا ريت ترسلي لنا رسوماتك الحلوة المرة الجاية، صورة جميلة ومشاركة أجمل. ونطير من حضرموت إلى المملكة العربية السعودية من أصدقاء علم الصغار في الرياض لين صالح العمودي 8 سنوات هواياتها الرسم، وحلى فهد العمودي 2 سنين العمر كله يا رب، صورة جميلة. أكون في قمة الفرح والسعادة لما أشوف رسائلكم وصوركم التي تصل لنا من كل مكان، وأنتم كمان بإمكانكم المشاركة كل ما عليكم التواصل عبر رقم الواتساب الخاص بالبرنامج اللي هو 777-55-4000. من وادي دوعن العين أرسلت لنا صديقة البرنامج بدور الجوهي عمرها 5 سنوات، تقول بدور إنها من محبين ومتابعين برنامج علم الصغار وتتابع حضرمتون وتحب كل ما يعرض على قناة حضرموت، ونحن نحبك يا بدور. شكرا لك يا بدور على هذه المشاركة والصورة الحلوة. أنا عارفة ومتأكدة إن كل الأطفال اللي يشوفون عالم الصغار يصلون، بس بعضكم ما يعرف كيف يصلي بالطريقة الصحيحة أو يخطئ، وعشان كلنا نتعلم الصلاة يلا حبايبي جبت لكم اليوم هذا الفيديو التعليمي مع زكريا. خلونا نشوف الحين. تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، تبقى بضع دقائق قبل أذان الفجر، وسنغتنم هذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معا كيفية الصلاة. كيفية الصلاة: لأداء الصلاة سنحتاج إلى سجادة ومعرفة اتجاه القبلة. إنه أذان الفجر، هيا نجهز أنفسنا لنتعلم كيفية الصلاة. بعد الوضوء نستقبل القبلة ونقيم الصلاة كالآتي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ننوي الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر. نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سرا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونقرأ سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ثم نقرأ ما تيسر من القرآن. وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد: الله أكبر. ونقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول: ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. لقد أنهينا الركعة الأولى، هيا نكرر نفس الخطوات في الركعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن. وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد: الله أكبر. ونقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول: ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نقرأ التشهد الأول والأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. ثم نسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لقد تعلمنا معا كيفية الصلاة. الكل صار يعرف يصلي بعد هذا الفيديو. لكل الموهوبين بأي موهبة، رسم، إنشاد، لعب شطرنج أو تقليد، أو أي موهبة أخرى، تقدرون تشاركون نحن بمواهبكم. سجلوا مقطع صغير تعرضون فيه مواهبكم، أو ارسلوا لنا رسماتكم وجميع مشاركاتكم على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج اللي هو 777-55-4000. نروح لفاصل ونرجع لكم بمشاركاتكم الجديدة.
لكم بعد الفاصل. أرسلوا لنا شيماء وأطياف التهاني لابن أختهم محمد هشام جنبين لحصوله على المركز الثالث في روضة الشهيدة سمية. مبروك يا محمد وعقبال الجامعة. كما أرسل لنا التهاني لابنة أختهم هديل محفوظ جنبين لحصولها على المركز الأول في روضة سمية. ونحن أسرة عالم الصغار نرسل لكم التهاني بهذه المناسبة. ونعود للمملكة العربية السعودية مع صديقنا محمد علي الواحدي مقيم بجدة، ويرسل لأهله في موطنه الشحر حارة المنصورة صورة رائعة يا محمد. هذه المشاركة وصلت لنا من وادي العين من عبد الكريم سعيد برفعة، عمره 6 سنوات. يقول عبد الكريم إنه يحب الرياضة. الله عليك يا عبد الكريم، نتمنى لك مستقبل مشرق. ونروح مع بعض للفقرة الجديدة اللي أضفناها للبرنامج. طبعاً هي عبارة عن نستعرض مشاركاتكم خارج الاستديو ونتعرف على أناس جدد وأصدقاء جدد للبرنامج. مشاهدة ممتعة. يا هلا وسهلا فيكم أعزائي الأطفال في فقرة مواهب مع الكاميرا. معنا اليوم هذه الأمورة، إيش اسمك؟ أفنان سكوتي. من وين يا أفنان؟ ني من فوة القديمة. أنتي ومين جيتي هنا؟ يومي اللي قاعولي. طيب أنتي تحبين إيش تسوين في الإجازة؟ الإجازة نروح نتمشى نحن. طيب تحبين تنشدين ولا تغنين ولا إيش تسوين يعني؟ نحب ننشد. طيب ممكن تسمعينا شوي؟ يلا. جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك منى، كل نبغى تحتك يما شين أحبك يا غلا. إيش اسمك؟ بشاير. من وين يا بشاير؟ من دمار. يا سلام، أنت من جيتي هنا؟ إحنا وأهل البيت هناك. طيب كيف عجبك الأجواء؟ تعرفين البلدة؟ لا ما أنا إحنا من هناك، ما نحن من هنا قريب. أيوة يعني عندكم هناك ما في بلدة، جيتوا تتمشون هنا. أيوة. طيب إيش موهبتك؟ الرسم، أحب أرسم. طيب إيش كنتوا تلعبون أنتوا هنا؟ إيش اللعبة هذي؟ بيضة. ممكن تروني إياها؟ فينها؟ شي هذي. هذه الحلوة، إيش اسمك؟ ندى. من وين يا ندى؟ من السعودية. جايين هنا زيارة؟ أيوة. طيب عندك مواهب؟ إيش موهبتك؟ سباحة. أيوة. ياغا. وإيش ثاني؟ التلاوين. تعرفين تلعبين يوغا؟ يس. رويني. يلا. سلام، من علمك؟ أنا تعلمت من نفسي. ممكن تعلميني؟ أوكي. مو الحين لكن. أوكي. شكرا. إيش اسمك يا حلوة؟ ريماس. من وين؟ السعودية. جايين زيارة. أيوة. تعرفين موسم البلدة؟ أيوة. طيب طيب يعني تتعرفين تتسبحين؟ أيوة. تتسبحين اليوم ولا لا؟ إلا إن شاء الله. عندك مواهب؟ أيوة. إيش هي؟ التزلج والشقلبة وبس. طيب رويني تشقلبي. يا سلام، انتي برضو تعلمتي لوحدك؟ ايه. طيب انتي سنة كم؟ انا خلصت 5 طالع سادس. طيب ايش نتيجتك، متفوق؟ ايه. طيب ايش تحابة تقولين للأطفال اللي جالسين الحين يشوفونا؟ اقول لهم كيف حالكم، ان شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة، ان شاء الله تقضون عيد حج مبارك. شكرا لك. هلا 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 بالأبطال، كيف الحال؟ تمام، كيفكم أنتم؟ الحمد لله احنا تمام. من وين؟ من مكلا. ايش اسمك؟ عمر. وانت يا حلو ايش اسمك؟ حموش. يا سلام، اسمك حموش؟ حموش ولا محمد ولا حمادة؟ حموش. يا سلام. طيب عندك مواهب؟ لا.
ما تنشد ولا تلعب ولا أي شيء؟ إلا نلعب. أيوه. تلعب إيش؟ كونفو؟ نسبح. ها يعني أنت تحب السباحة؟ أيوه. ونروح مع بعض لهذه المشاركة اللي وصلتنا من غلبة وزير من صديقة البرنامج ملاك عبد الله مرعي، عمرها 5 سنوات، هواياتها الرقص الاستعراضي. أتمنى أشوفك مبدعة في أحد فرق الأطفال التي تقدم الرقصات الإبداعية. وصلنا لآخر صورة ومشاركة وصلت لنا من حبوبة صغنونة عمرها بس 2 شهر من ريدة المعاري أريج عمر. صورة جميلة يا أريج، العمر كله يا رب. وصلنا مع بعض لنصيحة اليوم. حابة أنصحكم هذه النصيحة الصغيرة عن الاستفادة من الوقت الثمين. كنا عارفين أنه نحن في فترة إجازة صيفية، والجميع يقول خلونا نستمتع بالإجازة وبالنزهات مع الأهل والأصدقاء. النزهة شيء جميل وخصوصاً في هذه الأيام، بس كمان أنصحكم يا أحبائي بالاستفادة من يومكم للتعلم والقراءة، وكمان لممارسة الرياضة أو أي شيء مفيد تتعلموا ولو لساعة في اليوم. أتمنى لكم إجازة سعيدة وإلى اللقاء.